حق الطفولة صحة علم وحب وحنان. بمناسبة اليوم العالمي للطفولة وتحت شعار لنتكفل بسكر أطفالنا، عم يزيد بالتعاون مع بلدية الأبيار وأطباء متطوعين يدعو الأطفال إلى فحص طبي لداء السكري مجانا بمكتبة الأبيار، وذلك يوم الجمعة في 27 ماي ابتداء من 8 صباحا. بعدها سيتم التكفل طبيا بالأطفال المعوزين. أما السبت في 28 ماي على الساعة 1 زوالا، عم يزيد يدعوكم إلى حفل كبير على شرف الأطفال، وحصريا توزع بالإمضاء ألبومات غنائية تربوية للأطفال لعم يزيد. ساعدني ساعدني ساعدني، محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني ساعدني، إن كنت من الكرماء فيا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء، فسارع لي كسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فيا تبخل بالصدقات على الأيتام.